إذن للمزيد ينضم إلينا حسان عليان محلل سياسي لبناني، أهلا وسهلا بك. إذن الجيش الإسرائيلي، أهلا بك. الجيش الإسرائيلي أعلن عن تصديق لخطط للجبهة الشمالية، ماذا يعني ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لأخي المشاهدين. العدو الإسرائيلي منذ يوم الجمعة في خطاب التصعيد والتهويل الذي استخدمه نتنياهو كان يريد أن يصل إلى نقطة ربما بادر فيها في اليومين الماضيين في هذا العمل الإرهابي والإجرامي، فيها تفجير البيجر وأيضا مسألة الآيكوم، يعني أجل التواصل بين المجاهدين وأيضا بين المدنيين، وهذا عمل إجرامي يحاكم عليه قانون الدولي. على كل حالة لما يجي الآن هو زيادة في التصعيد، وهذا الأمر ما يعني ما عمليا كان ما مشاهد أو متابع أو مؤخذ بعين الاعتبار، والمقاومة تدرك ذلك، لأن عمليات المقاومة اليوم كانت قاسية جدا وقوية، وهذا أيضا يؤكد أن ما قام به نتنياهو والجيش الإسرائيلي في أنه يعمل إحباط داخل بيئة المقاومة ويضرب قدرات المقاومة من خلال ضرب يعني أجهزة الاتصال اللي هو البيجر، هذا الأمر يبدو لم يغير شيء لأنه قواعد الاشتباك وهذا قدرات المقاومة في مكان آخر مختلف. نعم، هل هذا يعني أنها انتهت ما يسمى بقواعد الاشتباك وبدأنا الآن في حرب مفتوحة؟ لا، حرب مفتوحة ما في، في تصعيد، في زيادة في العمليات، نعم، في ضرب يمكن نقاط ومدايات ربما مختلفة أو أبعد بكثير من قواعد الاشتباك الموجودة ضمن الجغرافيا المحددة، يعني بين 5 كيلومتر لخمسة كيلومتر على الضفتين. ولكن حزب الله أيضا كمان يقوم بعمليات بعيدة المدى في أماكن بعيدة واستهدافات دقيقة ومحققة، هذا أيضا يأتي في سياق الرد على نتنياهو أنه يعني كان يريد من خلال ما فعله خلال يومين ضرب قدرات المقاومة، ضرب بيئة المقاومة، وأيضا للتأثير على هيبة حزب الله وأنه لا يستطيع وبالتالي استسلم. هذا الأمر لم يحصل ولن يحصل، بدليل أن العمليات التي بدأت منذ الصباح اليوم كانت عمليات ناجحة ودقيقة وبعيدة المدى، وأصابت وقتلت جنود إسرائيليين وأصابت كمان يعني حوالي 10 أو 15 جريح من الجيش الصهيوني المباشر. إلى أين سيتجه المشهد في ظل أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن استهدافه بشكل مباشر للقدرات العسكرية من خلال هذه العملية؟ وكيف سيكون مثلا رد الحزب على مثل هذا التصعيد الجديد من قبل الكيان الإسرائيلي؟ واضح انه حتى هذه اللحظة ليس هناك من يعني خلينا نقول من اتجاه لدى العدو الإسرائيلي بأن تكون حرب شامل ومفتوحة، وخصوصا أن بلينكين وصل إلى المنطقة. طبعا يعني مش معنى ذلك أنه ليس شريك، الأمريكي هو شريك بالمباشر بهذه المجازر التي تحصل، وإذا كان نفى هو أنه ليس له علم بما حصل في لبنان هذا نفاق وكذب، لأنه أساسا كان أموس هوكشتاين قبل يومين بالكيان الإسرائيلي وكان هناك تنسيق أن تغضب الأمور للتصعيد العملياتي، ولكن قد يوافق الأمريكي على عمليات اغتيال على مسألة من هذا النوع، العمل الأمني أو الإلكتروني، وهذا قد لا يؤدي إلى التصعيد أو إلى حرب مفتوحة، وهي لا شك أنه كان ضربة يعني غير مسبوقة بالنسبة للمقاومة، وهي خارج الإطار المألوف منذ تاريخ الصراع مع العدو الإسرائيلي لأول مرة يكون هكذا استهداف. نعم، وهي ضربة قاسية، ولكن باعتقاد المقاومة استطاعت بعد ساعة أو ساعتين من هذه الصدمة أن تستوعب الحالة وأن تعيد لملمة الأمور، وبالتالي أصدرت بيانات متتالية أكدت على استمرار الدعم والإسناد، والعمليات سوف تبقى كما هي، واليوم زادت كما ذكرت، ولذلك حتى يشيع حزب الله شهداء وبيئة المقاومة لا تتأثر، بل بالعكس أصبحت أكثر التزاما والتحاما مع القيادة. نعم، ويمكن عندها رؤية بأن تكون هي السباقة في الرد الانتقامي من على العدو الإسرائيلي. تزامن هذا التصعيد مع كلمة للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، هل هناك دلالة في هذا الموضوع أم أنه يعني تركيز بعيد من الاحتلال في قضية أن يتزامن مثلا مع كلمة للأمين العام؟ ممتاز، هذا على فكره سؤال استراتيجي خلينا نقول يعني وممتاز. لا فعلا ممكن يكون العدو الاسرائيلي، وكان في كلام من امبارح انه قد يقدم العدو الاسرائيلي الى تسخين الساحه يعني مسرح العمليات الجنوبيه من اجل يعني خلينا نقول ضرب يعني الكلمه او ممكن اي موقف ان يصدر عن سماحه السيد، بمعنى انه سوف يكون هناك ارباك بتقدير الموقف واخذ الموقف المناسب بما يتعلق بما حصل في اليومين التاليين. نعم، وبالتالي قد يكون نوع من الإفراط مما يمكن أن يقوم به حزب الله أيضا لضرب هيبة حزب الله وأيضا هيبة السيد حسن ومصداقيته لدى بيئة المقاومة، قد يكون هذا جزء من سيناريو طبعا يسعى إليه العدو الإسرائيلي. نعم، أما حرب مفتوحة وشاملة باعتقادي هذا الأمر غير وارد. شكرا جزيلا حسن عليا محلل سياسي، كنت معنا من لبنان، شكرا جزيلا.